عليها. إذا حيوان يكون إلى جانبه أو طائر، طائر ها طائر ينزل على شرفة بيته يجيره يقول له أنت في جواري، إذا صار في جواره بطبيعة الحال ما حد يقدر ينلي. يعني قضية زياد الأعجم معروفة، زياد الأعجم كان قاعد ويا المهلب ابن أبي صفرة، اثنينهم يأكلان الطعام. المهلب كان والي يومئذ على العراق. طيب المهلب جالس وهذا زياد الأعجم من رؤساء قبائل العرب قاعد على السفرة على الخوان، ووقعت حمامة قامت تلقط بعض الحب الموجود على السفرة. التفت لها زياد قالها تغني: أنت في ذممي وعهدي وحرمة والدي ألا تطاري، وبيتك أصلحيه ولا تخافي على حجر المزغبة الصغار، فإنك كلما غنيت بيتا ذكرت أحبتي وذكرت داري، فإما يقتلوك طلبت ثارا له نبأ لأنك في جواري. حبيب ابن المهلب قاعد ويا على سفرة الطعام، صار بنا يعبث بي. صح الواحد من غلمانة قال لنا وشني نبلة، جاب له نبلة حطها بالقوس رمى الحمامة قتلها. فقام زياد الأعجم يرتعد من قرن إلى قدم. التفت إلى المهلب قال له: أنت تعرف ليش وقعت حرب البشوش؟ قال: أعرف، وقعت حرب البشوش بسبب ناقة رميت في ضرعها وعلقت الحرب. قال له: والله لو عيدنها بشوشا ثانية أو ترجع لي حقي، هذا ابنك اعتدى على جواري فخفره. هل شاف جاد فعلا؟ راح إلى جماعة من رؤساء العرب جابهم وقال له: تعال الحر ايش كثر ديته؟ إذا واحد يقتل له واحد حر ايش قد يعطوه دية؟ قال له: يعطوه دية 1000 دينار. قال له: هاي 1000 دينار دية الحر، وهاي 1000 دينار عوض الاعتداء على جوارك، ويا معودين اوقعوا علي هذا ها وردوا لي وخلصونا هالمشكلة. فخرج وهو يقول: فلله عينا من رآك قضية قضى لي بها شيخ العراق المهلب، رماها حبيب ابن المهلب رمية فأقصدها والسهم يخطي ويقرب، فألزمه عقل القتيل ابن حرة. وقال حبيب: إنما كنت ألعب. فقال زياد: لا يروع جاره، وجارة جاري مثل جاري وأقرب.